اليوم يوم الصيدلة العالمي، واحنا جايين اليوم نقدر جهودكم ونقدم لكم بس شيء رمزي بمناسبة هذا اليوم، لان انتم الصيادلة دوركم مهم وتستاهلون اكثر من شيء. شكرا. اول مره؟ لا بالعكس، هي اول مره وما تكون اخر مره. خلاص ان شاء الله دائما ان شاء الله نحتفل، ومشكورين على كل الجهود اللي تسوونها. الحمد لله. ماجده كيف انساكي ماجده؟ طبعا حبيبه قلبي.